في اليمن الآن، حيث أعلنت القوات المشتركة في اليمن أنها تواصل تقدمها في مديرية حيص جنوب محافظة الحديدة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن القوات المشتركة تتقدم شمال مديرية حيص بعد السيطرة على مناطق واسعة واستراتيجية كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي. كما أعلنت أن منطقة البرح الواقعة على خط تعز الحديدة باتت تحت سيطرتها. وكانت الفرق الهندسية قد بدأت بانتزاع الألغام والعبوات المتفجرة في المناطق التي سيطرت عليها القوات المشتركة. اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثي برفض وقف إطلاق النار في اليمن وعرقلة تنفيذ اتفاقيات جنيف وستوكهولم. وحذر الوزير اليمني خلال كلمة في مؤتمر حوار المنامة في البحرين من تداعيات سقوط مأرب بيد الحوثيين، وأوضح أن سقوط المدينة سيكون نهاية العملية السياسية في اليمن. كما طلب بن مبارك بالضغط على إيران لوقف ما وصفه بزعزعتها الاستقرار في المنطقة وتدخلها في اليمن. سقوط مأرب سيمثل نهاية العملية السياسية في البلاد. بهذه التصريحات عبر أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني عن توجسه من تداعيات سقوط هذه المدينة، خاصة مع اشتداد المعارك حولها. تصريحات الوزير اليمني جاءت خلال كلمته في حوار المنامة، أو ما يعرف بالقمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط، إذ أوضح أن مأرب تمثل السد المنيع لليمن، وسقوطها يمثل نهاية السلام والعملية السياسية وجهود استعادة الأمن في اليمن، كما أن سيطرة الحوثيين عليها يفتح موجات هجرة خارجية ويهدد بحروب أخرى تمتد إلى المنطقة. ابن مبارك أكد على أن اليمن يحتاج إلى جهود مكثفة للضغط على إيران لوقف تدخلاتها. تصريحات ابن مبارك تأتي بعد تقارير تحدثت عن تقدم الحوثيين في مناطق جديدة بعدما انسحبت قوات التحالف من مواقع رئيسية بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية. تصريحات ابن مبارك تأتي بعد تقارير تحدثت عن تقدم الحوثيين في مناطق جديدة بعدما انسحبت قوات التحالف من مواقع رئيسية بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية. وفي هذا الصدد قال جماعة الحوثي إنها استهدفت مواقع في الرياض وجدة وأبها وجازان ونجران، وذلك حسب ما أعلن العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم السبت. في المقابل قال التحالف إنه وجه ضربات ل13 هدفا في عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين، وأضاف أنها استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي ومنصات لإطلاق طائرات مسيرة في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب اليمنية. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، طبعا المبعوث هو هانس غرونبرغ، إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد مباحثات بخصوص سبل حل الأزمة اليمنية. وقال مكتب المبعوث الأممي أنه موجود في القاهرة للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وأضاف أن غرونبرغ سيلتقي أيضا مجموعة متنوعة من اليمنيين للتشاور بشأن طرق بدء حوار سياسي جامع للوصول لتسوية سياسية مستدامة للنزاع في اليمن. لمزيد من القراءة حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد سليمان. إذا وزير الخارجية اليمني يحذر من أن سقوط مأرب يعني نهاية للعملية السياسية في اليمن، هل ستسمح السعودية بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أختي رولا ومشاهديكم الكرام. في الواقع إنه الوقائع على الأرض الآن تشهد بأن المملكة العربية السعودية وحلفائها في تحالف دعم الشرعية يقدمون كافة الإمكانات العسكرية لمواجهة هذه العصابة الإرهابية الحوثية. وفي الأيام الماضية الحقيقة ثبت أن الجيش اليمني والقوات المشتركة والقوات المقاومة اليمنية حققت انتصارات سواء في جنوب وغرب مأرب أو في محافظة الحديدة أو في تعز.
وتراجع الحوثيون خلال الأيام الماضية تراجع كبير في الساحل الغربي بعد أن يعني تقدموا بسبب الانسحاب التكتيكي وإعادة الانتشار التي أجرتها القوات المشتركة. ولكن على الرغم من ذلك، وزير الخارجية يقول بأن مأرب على وشك السقوط. أنا لا أعتقد، هو حذر من سقوط مأرب، لكنه الحقيقة أنه الجيش اليمني ما زال يبلي بلاء حسنا في مأرب، ويتلقى الحقيقة دعم من التحالف سواء بسلاح الجو الذي يوجه ضربات دقيقة وموجعة للحوثيين، أو بالأرض. وأنا أعتقد أنه التحالف مدرك اليوم لأهمية معركة مأرب، ولن يسمح للحوثيين بالسيطرة على مأرب. وأثبتت الساعات الماضية صدق هذه التوجهات، والجيش اليمني الحقيقة هو الآن يحقق إنجازات فيما يتعلق بمأرب وغير مأرب. حتى في شبوة في بيحان وعسيلان تحركت الجبهات في اليمن كلها طيب، وتضافرت لاستنزاف الحوثي الذي اعترف بأنه فقد 15,000 عسكري في جبهات مأرب فقط. على الرغم من ذلك، يعني سيد سليمان، منذ تقريبا أسبوع أو أكثر أو 10 أيام ربما، مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والقبائل أيضا في مأرب وجهت يعني بيان وانتقدت فيه سلوك الحكومة والجيش الحكومي، إضافة إلى أداء التحالف في الدفاع عن مأرب. السؤال الأبرز هنا، يعني السعودية ستدخل عامها السادس تقريبا في معركتها في اليمن، وأغلب المعارك حتى تاريخه الآن هي في إطار الكر والفر، لم تستطع إلى الآن أن تحسم معارك حاسمة كمعركة مأرب. ما هو السبب؟ هل هي قدرة، ضعف قدرة عسكرية؟ هل هو لا قرار لا سياسي؟ هل هو انتظار لا لمفاوضات أو تموضع سياسي معين يتعلق بإيران مثلا؟ لا أختي رولا، في الحقيقة أسباب ربما لا يتم التطرق لها، حفاظا على معنوية الجيش اليمني وعلى معنوية الشعب اليمني. إنما هناك الحقيقة يعني أجواء عدم ثقة بين الجيش اليمني وبين تحالف دعم الشرعية، وهذا الحقيقة تسبب في يعني تأخير الحسم وفي عدم يعني دفع الجبهات دعمها بالدعم الكافي أو بالأسلحة الحديثة أو غيرها. لكنه أنا أعتقد أنه الأيام الماضية جرى تحرك سريع الحقيقة، استشعارا بخطر الذي تواجهه مأرب، اجتمع رئيس الأركان السعودي ورئيس أركان القوات المشتركة أيضا، الفريق أول مطلق. وأعتقد أنا في كمراقب مطلق للزيمة، أعتقد كمراقب أن موضوع جبهات مأرب قد نوقش في هذه الاجتماعات، وأنا لا أستبعد أنه نعم تم دعم هذه الجبهة. نعم شكرا لك على هذه المشاركة معنا من الرياض عبر سكايب، سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي.